بندلة يلعب كرة سريعة باتجاه سادومبا، سادومبا و سادومبا، ادوارد سادومبا، اخيرا ادوارد سادومبا يفعلها. فريق الاهلي يتقدم ويفتتح التسجيل في الدقائق الاخيره من زمن الشوط الاول عن طريق الهداف الزيمبابوي ادوارد سادومبا اللي عوض بصفقاته في الثلاث فرص الماضيه، وشفناه يظهر في هذه اللقطه باستغلال لهذه الفرصه، وقراءته كانت جيده للخطا اللي وقع فيه متوسط دفاع فريق الوحده. واستطاع ادوارد سادومبا بهذه الطريقه الجميله ان ينطلق وبكل ثقه يلعب كره قويه داخل شباك مهند الدوكالي حارس مرمى فريق الوحده. اذن ادوارد سادومبا ينجح في اخيرا في افتتاح التسجيل لصالح فريق الاهلي في هذه اللقطه الرائعه جدا. لقطه كانت رائعه جدا وفرحه عبد الجواد رزق حارس المرمى الصاعد، وفرحه كبيره لفريق الاهلي. وشوفوا اللقطه الرائعه، هدف اصبح